هنبدأ تاني وسنقول في أمنيات السنة الجديدة، بس على مستوى بقى كرة القدم. أنا أتمنى يا كريم على مستوى المنتخب إن شاء الله إحنا نفوز بكأس أمم أفريقيا. عندنا لسه يا يعني سلام. خلينا نقول كده البداية، لسه دلوقتي بنشهدها. كل التوفيق بإذن الله. الفترة اللي جاية أكيد صعبة، لكن في أجواء كتيرة جدا عجبتني، وتحس إن الروح موجودة جدا للمنتخب. عادت مرة تانية الروح اللي كنا بندور عليها، كان بقالنا كام سنة بندور يا جماعة روح المنتخب فين؟ لا بجد ابتدينا نشوفها شوية. واحيانا كنا بندور على المنتخب اه نفسه. لا احنا مش احيانا، احنا على طول بندور على المنتخب الحقيقة. بس الاجواء سو فار، او حتى هذه اللحظة والمشاهد اللي احنا شاهدناها امبارح، هنتكلم طبعا بالتفصيل كمان عليها، والتعليقات والتصريحات الخاصة بيه كمان النجوم بتوعنا وبمحمد صلاح وبغيره، تحس ان في كده رغبة وهدف عندهم، اللي هو انا مش داخل ادي وخلاص، انا مش داخل اتواجد وخلاص، انا داخل عشان هدف معين. زيارة السيد الرئيس اللي هنتكلم فيها برضو، اللي لازم نتكلم فيها بتفصيل كبير، ليها دفعه كبيره جدا وليها معنى كبير جدا، واعتقد بقى لازم يكلل او يترجم على الارض بنتائج مختلفه تماما واداء مختلف للمنتخب، لان برضو هرجع اقول في الاول وفي الاخر المصريين، الشعب المصري يعني بجد يستحق اكتر من كده من المنتخب بتاعه. لان انت تاني هنرجع نقول الموضوع مش حلم يا جماعه، في منتخبات كانت بعيده جدا في المستوى الفني عنك، وانت كنت في حته يعني افضل بكتير، عدتك ليه؟ عدتك عشان وثقت في نفسها، عشان اشتغلت على بلان، عشان عملوا غربله للمنظومه الكرويه عندهم. دلوقتي بقوا من افضل المنتخبات العربيه والافريقيه بالمناسبه. فخلينا نبص دايما لقدام ونعرف قيمتنا، وما نقعدش نقول اصل احنا كنا خلاص. اللي هيقعد يتكلم على الماضي بتاعه ده، ما خلاص احنا عارفين احنا اصلنا ايه، لكن احنا فين دلوقتي؟ هي دي النقطه. الاصل طيب، لكن اللي جاي أنا فين دلوقتي؟ ده المهم جدا نركز عليه. فبالتوفيق يا رب من قلبنا لمنتخب مصر، وهنتكلم طبعا في كل التفاصيل مع حضراتكم النهارده وعلى مدار كمان الأسابيع القادمة أكيد. كل المصريين بيحلموا بأن منتخب مصر إن شاء الله يشرفنا ويسعدنا، وإن كانت البطولة النسخة دي منها على فكرة هتبقى من أقوى ما يكون. إحنا بنتكلم على منتخبات كلها أشرس من بعض الحقيقة، وسواء منتخبات دول شمال أفريقيا أو المنتخبات الإفريقية بشكل عام، تقريبا ما فيش منتخب فيهم يخلو من 3 4 5 6 لعيبه بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه المختلفه. فطبعا بنتكلم على منافسه قويه، لكن ان شاء الله بنتمنى لمنتخب مصر انه يحقق لقب كاس الامم الافريقيه، وكمان يعني يقطع شوط كبير في تصفيات كاس العالم 2026.